أبو إبراهيم يقول الشيخ صالح: هل يجوز تقديم السعي على الطواف؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم طاف ثم سعى، إلا أنه جاءه رجل يوم العيد فقال: يا رسول الله، لم أشعر سعيت قبل أن أطوف. قال: افعل ولا حرج. والرسول إنما سعى بعد الطواف، أصحابه إنما سعوا بعد الطواف. لكن لو قدر أن أحدا يجهل هذا وسعى قبل أن يطوف في يوم العيد أجزأه ذلك، والحمد لله. نعم.